في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. معنا النهاردة مع الحلقة المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم وهنجاوب عليها مع الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يسترك يا رب، يكرمك ويحفظك يا رب. يا رب رزقنا جميعا الستر والصحة يا رب. ادعينا يا شيخ. لا ادعي دعاء بقى، ما أنا يوم أنت يوم. ادعينا. اللهم صل وسلم. بس ادعي ادعي بكلام مفهوم بس. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، ربنا يتقبل مني الدعاء ليا ولولادي وليك ولولادك ولكل الناس يا رب ولادهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ادخلنا يا رب دائرة الألطاف وأمننا من كل ما نخاف. اللهم ادخلنا حسن التحصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة والعافية والأمن والأمان والحماية والتحصين ورضاك والجنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. يا رب اكتب لنا العمرة والحج قريب يا رب مرارا وتكرارا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ولادنا ونجيهم واسترهم وانصرهم ونجحهم، اديهم الصحبة الصالحة وبعد عنهم أصدقاء السوء يا أرحم الراحمين. اللهم اكبر بخاطرنا جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما جبرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزتك وعظمتك ورحمتك وملكك وملكوتك يا رب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا رب، ارضى عنا يا رب واكبر بخاطرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن من سواك واغننا غنى من عندك حتى لا نشغل عنك بسؤالك. يا رب دبر لي امري فانا لا احسن التدبير. اللهم سخر لنا ملائكه السماء وجنود الارض والقلوب القاسيه والعبيد العصيه، وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اللهم تقبل يا رب يا رب تقبل. ما تنسوش دايما تدعوا لي انا وولادي ودول الشيخ احمد وولاده، خليكم فاكريننا في الدعاء كده في الايام الجميله المفترجه عشان الملك يقول ولك بمثل. ايوه ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. ونبدا التليفونات المستنيين. ام ميرال اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ عليكم السلام، اهلا بيك. الحمد لله. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. بعد اذن حضرتك، انا متجوزه من 4 سنين وجوزي وحيد على 3 بنات. بس المشكلة أنا من ساعة ما دخلت البيت وأنا والله بعملهم بما يرضي الله، بس أنا مش عارفة إيه المشكلة. يعني حماتي مدخلهم في حياتنا بزيادة قوي يعني، وكنت داخلة البيت كان لسه عنده أخت قدي ما كانتش لسه متجوزة، وكنت بعملها أحسن من أختي كمان. بس فضلت يعني كانت بتطلع عشقتي في غيابي او في وجودي، ما كانت لحد دلوقتي تدخل وتاخد منه كل حاجه، وما كنتش بتكلم ولا كنت بقول اي حاجه. فضلت سنه واتنين على الحال ده لحد ما جيت قلت لجوزي. كان حصل موقف وكنت حامل وتعبانه، قعدت اسبوع عند مامتي ومحدش منهم سال ولا اي حاجه، وجيت قلت له فقال لي خلاص هو مش بيرضى يزعلهم في حاجه ولا بيرضى مثلا. طب ياما انت مثلا يعني زعلت مراتي او كده؟ لا هو مش بيعمل كده، هو بس يعني ايه بيسكتني وخلاص، حتى المرضيه مش بيرضيها لي. انا حكيت لك على حاجه مثلا زعلتني، اقل حاجه هتراضيني، مش عايزاك تتخانق ولا عايزاك تعمل مشاكل ولا اي حاجه، لا هو ما فيش كده. المهم يعني
قعدني لوحدي ولما جيت انا بطبيعتي انا مش بحب المشاكل ولا بحب المواجهه، انا خدت جنبه وخلاص وقلت له حصل كذا وكذا وما ينفعش وخلاص وقعدني لوحدي. وجيت بعدها قعدت حوالي شهرين لوحدي، بس انا كنت بنزل وسلام عليكم وما فيش اي حاجه. جت البنت اللي اخته ديت اتجوزت، وجيت بعدها رحت نازله تاني لحماتي وعشت معاها تاني، رجعت ما هي عشان يعني لها بنتين كده متجوزين جنبنا وواحده بعيده عننا. طب بصي يا مميرال، انت ايه دخلتينا في تفاصيل كتير، الخلاصه بقى قولي الخلاصه. اخر حاجه انا دلوقتي برضو قاعده لوحدي بسبب برضو ان تدخلات خواته، ولو جيت اشتكيت لحماتي في حاجه ما حتى مش بتسمعني حتى الكلمه الحلوه. انتوا قاعدين؟ لا انت هو انت اصلا قاعده في بيت عيله طبعا، واضح من الكلام. لان هو وحيد بقى. قعدت معاها حتى لما بنتها اتجوزت وكده، هي برضو ما عانتش عليا، قلت لا طب بدأ مش هخليها برضو تحتاج لحد من بناتها، كنت يعني بفضلها والله، كنت يعني ببتديها. طيب لكن انت ما عندكيش مشاكل مع حماتك نفسها صح ولا ايه؟ ما هي المشاكل اني انا كان في كذا موقف لما لجأت ليها وقلت لها طب ما ينفعش مثلا، انا سمعت فلانه الفلانيه بتتكلم وبتقول كلام وحش في ظهري، طب وسمعت الكلام بوداني، طب يا ماما ينفع عادي عدي عمتك وعادي، المشكلة مش مثلا المفروض انت الكبيرة بنتك. لا لا يا حبيبتي. طيب هو انا هسألك حاجة، انت دلوقتي لو يعني اقتصرتي كده في بيتك وعملتيهم كويس وكل حاجة بس ما بقاش فيه تدخلات كتير، مش كده احسن؟ ما انا دلوقتي انا حصلت مشكلة، سمعت برضو اخته بتشتم عليا. ايوه ما انت ماشي، فقلت له فانا خدت جنب، يعني انا أيوة خدت جنب. ماشي. انت وهو خدت قال جنب. خلاص خلاص هقعدك لوحدك وما عندكش تنزلي لامي تاني. ماشي. فقلت له ده مش حل برضه، مش مع يعني هم طالما انا قعدت هم مش عايزين كده، هم عايزيني افضل في وسطهم. عايزين ايه؟ هم عايزيني افضل في وسطهم، بمجرد ان انا بعت او طلعت وقعدت في شقتي لا ما فيش الكلام ده. ايوه انت مالك بقى ومالهم، انت مدخله على فكره انا ملاحظه ان انت اللي مدخله نفسك في حياتهم. لا مش مدخله. بصي انت مش المهم عندك جوزك ولا مين؟ ما انا المهم عندي جوزي. طيب طالما جوزك قال لك انا موافق انك انت تقتصري عنهم وخلاص وما تعرفيهمش، انت بقى المشكله فين؟ المشكله ان هم دلوقتي حتى لما بنزل يعني انا بعدي طالعه نازله عليهم، احنا في نفس البيت بقى مثلا برمي السلام ما مفيش رد. خلاص مش مهم يردوا ولا ما يردوش، انت فارقه معاكي ايه؟ ما بيردوش يعني، سمعتني الشتيمه عليا وعلى والدتي وانا كذا مره وانا طالعه على السلم. خلاص ما انت كده كده مقطعاهم. قلت له يعني احنا ما ينفعش، احنا قاعدين في بيت واحد وجاي يعني شهر رمضان اهوت، انا مستعجبه ان انا اطلع وانزل على والده ووالدته. طب ثانيه واحده، انت قلتي في الاول تقريبا ان هو قال لك احنا ممكن نروح نقعد في بيت تاني؟ لا هو اصلا مش موافق على الفكره دي، هو شغله بعيد عننا كمان. فبيبقى مطمن كده يعني. هو لا مش موافق خالص. طب انت عايزه أنا ايه؟ انا تعبانه، كل ما اجي اكلمه في حاجه مثلا ابقى متضايقه او كده يرد رد مش حلو. طيب انت دلوقتي عايزه ايه؟ انا يعني مش عارفه، انا عايزه طريقته معايا يعني لدرجه ان هو يقول لي عشان انت واحده خسيسه فعشان كده انت ما قدرتيش تستحملي امي واخواتي. عشان انت واحده ايه؟ خسيسه. خسيسه؟ خفيفه. خفيفه. خفيفه؟ خفيفه يعني ايه؟ يعني ما مش راسية المفروض يعني. المفروض ان انا مهما هم يعملوا انا استحملهم، وانا معلش انا المفروض هستحمل مامتك وباباك بس مش هستحمل اخواتك. لما مثلا يجوا يتدخلوا في حياتي ويعرفوا كل حاجه عني لا يعني لدرجه المروحه عند والدتي برضو كانوا يعني يزعلوا.
يزعلوا ازاي بقى؟ بيزعلوا ان انا رايحه عند والدتي. طب ما بصي يا موميرال، انا بس عايزه اقول لك حاجه، انا ملاحظه ان انت عايزه تدخلي تاني في حياتهم، انت مش مرتاحه لما انت قطعتيهم. هو قال لك قطعيهم، خلاص ريحي دماغك، على الاقل ساعتها تروحي تنزلي براحتك وترجعي براحتك. انا فاهمه، انا فاهمه كده، انا 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 فاهمه، بس الفكره انا بطبيعتي انا مش بحب حد يبقى زعلان مني. يا ستي زعلانين بقى ولا مش زعلانين؟ انت مش عايزه تريحي دماغك؟ طب يعني انت مش عايزه تريحي دماغك؟ انا كده غلطت في حقهم، انا كده يعني ربنا زعلان مني. ماشي يا حبيبه قلبي، اسمعي بقى اجابه الشيخ، هي مش عارفه هي عايزه ايه. شوف يا ام مرالي، يعني اولا في مساله العلاقات اصلا، سواء في العلاقه الزوجيه، علاقه الزوجه مع اهل الزوج او العكس، دي تحتاج الى فطنه، يعني تحتاج الى ذكاء. في البدايه هو الاصل قضيه التداخل في العلاقات بالطريقه دي بيجي من وراها السوء وما بيجيش من وراها خير، لان بطبيعه الانسان هو الانسان ما بيحبش حد يتدخل في حياته، فممكن التاني من باب العشم يتدخل في حياه الاخر فده يزعل. ليه؟ احنا سمحنا، لان احنا سمحنا لده في الاول، لكن في البدايه احنا عندنا حاجه اسمها الاقتصار. اقتصار ان هو كل واحد في حاله، العلاقه الطبيعيه اللي هو السلام عليكم، عليكم السلام، ردوا ردوا ما ردوش الملائكه بترد بدلهم وبترد عليكم، واحنا مش هنزعل يعني. الحاجه الثانيه، والله انا لما هم بيدخلوا شقتي انا احمي نفسي واحمي بيتي، انا الاصل اللي انا بحمي نفسي وبحمي بيتي، ما اعرفش حاجه عن يعني ما اعرفهمش ايه اللي انا بعمله مع جوزي، والله بيحاولوا يتدخلوا انا اصمت لا اتكلم. وبعدين زوجي قال لي انت ما تتكلميش معاهم او مالكيش علاقه اقتصري، فخلاص هو زوجك جه الامر من زوجك، لكن العلاقه تفضل اللي هي العلاقه الظاهره اللي هو السلام عليكم، عليكم السلام، بنتجمع يوم من الايام وخلصنا من المساله، وريحي عقلك، يعني ريحي عقلك، لاني لما نبدا التداخل ده يحصل في العلاقات ما بيجيش من وراه الا الايه، الا المشاكل. انا شايف ان انت بس محتاجه ان انت تتزني شويه وتشوفي ايه المشاكل، اللي هو دايما يقولوا المثل بتاعنا كده، الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. هو جوزك قالها لك، يعني هو جوزك قالها لك. لكن في حاجه تانية بقى، طبعا كلمه للزوج، ان هو لما تحس ان زوجتك بالطريقه دي اصلا خلاص، هي تلاقي هي يعني ما عندهاش خبره في الحياه، خبره في الحياه في العلاقات اصلا الاجتماعيه، حاول اللي انت تطبطب عليها، حاول بقدر الامكان اقول لها معلش وحقك عليا وما تزعليش وبتاع، والكلمه بتاخد عليها حسنه، يعني ما تصدهاش وما تحاولش بقدر الامكان اللي انت ايه يعني تحسسها اللي انت جاي في صف اخواتك ضدها. ده مع الوقت يا استاذه دعاء التراكمات دي كلها تسبب اذى في النفس، ممكن يبقى يصعب العلاج بعد ذلك. فاحنا من البدايه الاشياء السوداء اللي بتبقى في القلب نزلها شيئا فشيئا، يعني واحد على طول ما بنستناش مره واثنين وثلاثه وبعدين انت هتوجع قلبي، انت خفيفه، انت مش عارف ايه، لا هي برضو يعني لصاحب الحق يعني له مقال يعني، فخليها تتكلم وخليها تفضفض، وانت في النهايه طبطب عليها حتى لو كانت هي غلطانه، يعني حتى لو هي مش فاهمه طبطب عليها وبالراحه علمها وهكذا. لكن الاقتصار انا شايفه هو اولى يا استاذه دعاء في المسائل دي كلها، وربنا يصلح الاحوال يا رب. احنا محتاجين بس نفهم ازاي العلاقه تكون بين الرجل وبين اهل زوجته وبين الزوجه وبين اهل ايه زوجها، وفي النهايه نطالب بس الاهل ان هم ما يتدخلوش في حياه الزوجين، يعني سيبوهم لله، الحياه مش ناقصه اصلا يعني. بالظبط. ماشي، معانا تليفون. اميره. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ايوه استاذه ممكن اكلم فضيله الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي. تحت. بصي يا فضيله الشيخ، انا عندي سؤالين كنت عاوز اسال حضرتك عليهم، يعني معلش اسمعني للاخر أنا عشان انا بحاول اكلمكم على طول والله، بس مش اتفضلي يا فندم تحت امرك اتفضلي. اول حاجه انا متجوزه بقى لي 11 سنه، انا كنت حملت وولدت مرتين، كان معايا طفلين. اول واحد ولدته كانت لما رحت ولدته وكده الدكتوره قالت لي انت ما ينفعش تحملي ابدا قبل 3 سنين عشان الجرح بتاعك صعب جدا وما ينفعش يبقى يحصل حمل تاني. ما كملتش سنه وحملت حمل التاني، كان طبعا خطر الحمل ده، فاضطريت ان انا اكمله، ما كانش قدامي حل تاني غير ان انا اكمله. فكره ان انا انزل طفل او كده كانت حاجه كبيره قوي عليا، فكملته. والدكتوره قالت لي لما انا ولدت الطفل التاني ده ما ينفعش يحصل حمل قبل 5 سنين. جيت بعديها ب7 شهور تقريبا حصل حمل،
في الشهر اللي انا عرفت ان في حمل ده، كنت قبلها على طول في غرز مفتوحه من الجرح بتاعي وكنت بكشفه، يعني كان الموضوع صعب عليا جدا، فاضطريت ان انا قلت لا مش هينفع انا هنزله، وكنت في حاله رعب غير طبيعي، ان انا كنت بموت في المرتين الاولانيين وطفلين وهجيب التالت، وانا انا مثلا لو انا حملت، الدكتوره قالت لي هو ممكن ينفع في حاله واحده لو فضلت مثلا نايمه 9 شهور على ظهري، 9 شهور وانا معايا طفلين ومحدش هيخدمني ولا انا ولا اولادي، فكان الموضوع صعب عليا جدا. هو ما كانش كمل شهر ونص، وحاولت اخد ادويه كتير بس ما نزلش، فاضطريت في الاخر ان انا اعمل عمليه ونزل. لحد دلوقتي ان هم بيأنبوني ويقعدوا يقولوا لي اهل جوزي، هو كان موافق جدا وكان معايا في كل حاجه وسمع كلام الدكتوره وكان موافق خلاص وما فيش حاجه ودي اراده ربنا وانا مش هضحي بيتي. فهم بقى هنا قالوا انت السبب في كل حاجه، انت اللي موتيه، هو مش وراكي زي اللهبل وعمل كده، فسخنوه عليا وكل شويه بقى يتخانق معايا. والموضوع ايه، لحد من فتره قريبه كان في خناقات بسبب الموضوع ده، كل شويه ما يفتحوا الموضوع، موضوع اتقفل. قلت لهم انا مش بنتكم، انتوا عمركم ما هتحسوا بيا، انا اموت او اعيش دي حاجه ما تفرقلكوش. بالظبط. انا حصل حمل تاني قريب، فالحمل ده من اول ما انا حملت فيه او قبلها بشهر، وانا كان عندي مشكله كبيره قوي في ضهري لدرجه ان هي كانت بترقدني في السرير وما كنتش بقدر اقوم من السرير خالص، يعني كنت بيشيلوني ويحطوني. انت كده فات كام سنه على البيبي؟ 11 سنه بقى. الحمل الاولاني اللي نزل ده كان بعد الولدين ب6 شهور، يعني 8 سنين. انت كده فات 11 سنه على ولادك خلاص؟ لا 8 سنين على اخر مره اللي انا نزلت فيها الطفل. والمرتين معاكي ولدين؟ ومعايا ولدين. طيب ما شاء الله. فما حصل بقى الحمل ده تعبت فيه جدا، انا كنت بموت، وحرفيا انا استاذه انا يعني انت حملتي تاني؟ ولا ليا ام، واهلي بعاد جدا عندي، حتى يعني ماليش حد، يعني انا متجوزه بعيد جدا عن اهلي، وان هم ممكن يقول لي، يعني انا عندي والدي ده بقى له 3 4 سنين ما دخلش بيتي ولا يعرف عني حاجه، محدش بيجي لي ومحدش. تمام. المهم وانا بطولي، فان انا احمل، برضو واتعب التعب الجامد اللي انا فيه ده، انا معايا طفلين، فقلت ايه انزله تاني؟ طب ربنا ممكن يغضب عليا، قلت خلاص انا هتحمل الالم اللي انا فيه، وهم هنا بقوا يقولوا ده ذنب ربنا عشان نزلت الولد اللي قبله. طبعا الكلمه دي جرحتني جدا وحسستني بالذنب، طب ربنا مش راضي عني، طب يا رب هل ان انا مثلا قلت من كتر التعب كل ما احس بالم جامد قوي اقول انزله، فربنا هيحاسبني على الكلمه دي، ممكن ياذيني في الطفل اللي جاي ده، ممكن بعد الشر يكون في اي حاجه. انت خلفت يعني ولا انت دلوقتي لا حامل؟ انا لسه حامل دلوقتي، وفي يعني لحد ما انا بكلم حضرتك كده انا باخد بس مسكنات، بس انا تعبانه جدا. انت حامل في الشهر الكام؟ في اخر خلاص هبدأ في الخامس قريب. طيب يعني بقى والالم اللي عندك دي ما بتروحش خالص، هو الدكتور قال لي ما ينفعش اي علاج نهائي ولا اشعه ولا اي حاجه علشان الحمل، فانا قلت استحمل، بس انا اوقات من كتر الالم اللي انا بحس بيه. ايوه يعني انت مش عارفه انت الالم اللي عندك ده من ايه؟ لا هو قال لي انت عندك تيبس في الفقرات بتاعه الظهر والتهاب في القطنيه والعضلات، بس مش هينفع تاخدي اي علاج. انت طب رحتي عملتي علاج طبيعي ولا حاجه؟ عملت ومفيش اي تحسن. لا بس اصل العلاج الطبيعي ده لازم باستمرار. بعمل باستمرار، انا بقالي شهور مفيش. هي فاكره ان الالم دي بسبب يكون عذاب او غضب؟ لا هي مش بسبب الحمل. لا انا من قبل ما احمل بشهر. تمام. أيوة. من قبل ما احمل بشهر، فانا قلت ايه في الاول قبل ما احمل، دي حاجه بسيطه، فما خدتش الوجع بقى بدا يزيد. انا عايزه اسالك حاجه، انت مش بتعملي وسائل منع الحمل ولا ايه؟ لا انا كنت عاوزه يحصل حمل في الفتره اللي انا فيها دي، برضو من زنهم وكده، وجوزي بقى يضحك عليا بالكلام وكده، وما فيش غير طفلين، وانا كان نفسي في بنت لان انا وحيده ماليش حد في الدنيا اصلا نهائي. طيب يعني انت اللي عايزه تحملي اهو. المره اللي احنا فيها دي، بس من كتر الالم اللي انا فيه انا قلت انزله، فخايفه ربنا يحاسبني على الكلمه اللي انا قلتها. خلاص فات الاوان، خلاص بقى يا اميره، بقى مش لعبه بقى يا اميره، طالما مفيش خطوره على حياتك انت اللي عايزه تحملي. انت اللي عايزه تحملي، مفيش خطوره على حياتك. انا دلوقتي لو انا قلت الكلمه دي قلتها في لحظه تعب مثلا، هل ربنا يحاسبني عليها؟ يعني اما اقول ايه، يا رب يا ريتني كنت نزلته، يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني ما كانش حصل، هل ربنا ممكن يأذيني؟ لان خايفه جدا. بصي يا اميره، انا حاسه ان انت مدخله نفسك في دوامه نفسيه بسبب اهل جوزك اصلا من الاول، والضغوط بتاعتهم دي هم السبب طبعا على فكره في كل المشكله النفسيه اللي انت فيها. ربنا يهديهم بجد، يعني عشان هم مش المفروض يتدخلوا في حياتك بالشكل الغريب ده، ولا ان هم يقعدوا يأنبوكي. فهم مبوظوا لك الجهاز العصبي بتاعك، هم عملوا لك مشكله، فبقى عندك ايه الوسواس اللي انت عماله تفكري فيه دي ده
انت حملتي هو ما انتش حتى عارفه تتبسطي بالحمل، وممكن يكون الالم ده الم نفسي اصلا، انت عندك مشكله اصلا يعني، يا ريت لو تروحي لدكتور نفسي برضه، والشيخ احمد هيجاوبك وهم ربنا يهديهم. صراحه استفزوني اهل جوزها دول. هي عامه بس هي قضيه يعني ارضى بما قسمه الله عز وجل لك تكن اغنى الناس. واحنا يا اخوانا لما نيجي في مساله الحمل دي، في النهايه الشيخ لما يجي يتكلم انزل ما انزلش بتاع، وخاصه في الشهور الاولى يعني، ده في النهايه بنقول لابد ان يرجع في الامر الى اهل الاختصاص. افرض الطبيب قال ان الحمل ده سيكون فيه ضرر بين على الزوجه، فلا بد من اللي احنا يا استاذه دعاء اما يعني يا اما الفرع يا اما الاصل. فنعمل ايه؟ نتخلى عن ايه؟ نتخلى عن الفرع. الام هي الاهم، الام اللي هي الاهم، واخده بالك؟ بس ده بيرجع فيه الى مين؟ الى الاطباء، ويكونوا شطار وثقات وعدول وما الى ذلك. لو الطبيب قال الكلام ده فهو ما عليهاش ذنب ولا حاجه يعني، لكن ما دام حصل حمل بعد ذلك والحمد لله خلاص هي داخله في الشهر الخامس، فيعني المساله عدت والاربع شهور عدوا خلاص، ارضي بما قسمه الله لك. قضيه اللي هو مساله التعب، انت في ابتلاء، ادعي ربنا ان ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه. حاولي بقدر الامكان اللي انت لا تلتفتي الى كلام الناس، يعني حتى بقى ايه اصل انت ونزلتي وعملتي وبتاع، هم مش وده عقاب ربنا، انتوا مالكم؟ لا لا لا، يعني ما قضيه هم خلوها عندها وهم ووسواسه، هو لما تعبانه بجد قال لها خلاص يعني، هو ادام في طبيب وقال يا استاذه المشكله الوجع والالم والمرض اللي عندها ده نفسي على فكره، يعني بعيدا بقى هو نفسي او غير نفسي، لكن هو القضيه اللي انا لا التفت الى كلام مين؟ ما ينفعش ان انا التفت اصلا الى كلام الناس، وانا في النهايه انا بمشي ورا كلام الطبيب، هو الطبيب اللي يقول لي مين يمين وشمال شمال. انا عاوز اقول لك بس قضيه اللي هو يا ريتني ومش يا ريتني ده من باب التمني، هل ربنا هيؤاخذ على هذا الكلام؟ يعني سبحان الله ربك كريم وربك عفو، ولكن ادعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يسترها معاكي، وربنا ان شاء الله ييسر لك الحمل بتاعك ده، ويبقى يخلي الذريه بتاعتك ذريه صالحه ان شاء الله عز وجل. وحاولي بقدر الامكان ان انت ما يعني ايه حافظي بقى على نفسك شويه، وممكن نمنع الحمل الفتره بقى القادمه يعني. نعم، وربنا يحفظ لك اولادك. حنان اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي سؤالك. بصي، هو انا بابايا متوفي بقى له شهر، واحنا كنا منفصلين عنه مش قاعدين معاه، فهو يعني احنا مش عارفين هو عليه ديون او لا او كده، احنا سألنا فمش عارفين نوصل لحاجة، فسايبين رقم الموبايل بتاعه شغال، فرقمين بس اتصلوا بينا من ساعة ما توفى. هو كان بيقول ان هو بيعالج بالقرآن، والناس دي كان هو مديها علاج وكانوا مديينه فلوس، فتقريبا العلاج ما جابش نتيجة، فقالوا ان هم عايزين الفلوس بتاعتهم، فاحنا مش عارفين كده اي حاجه، من المفروض ان احنا نديهم الفلوس بتاعتهم ولا هم خدوا بيها حاجات وهي ما ولا تديهم ولا تدوم حاجه ولا بتاع. والقضيه ما بتمشيش بالطريقه دي، ان كل ما واحد يجي يقول انا ابوك كان واخد مني، والدتك واخده مني، كلام لابد ان يكون فيه بينه وفي دليل على المساله دي، وما ادمش ما دام ما فيش دليل ولا بينه لا تلتفتوا لهذا الكلام، وربنا يعفو عن الجميع يا رب العالمين. الله يرحمه ويرحمنا يا رب جميعا يا رب يا رب. احنا عندنا فاصل، هنرجع لكم مرة تانية مشاهدين، خليكم معنا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وهنبدأ فقرتنا بتقرير خير هنشوفه ونرجع نعلق عليه. أكبر مبلغ مسكتيه في إيدك كان قد إيه؟ هما 500 جنيه. هما 500 جنيه. العيش ما بيكفينيش، 500 جنيه ما بينفعوش، ولا بيخش لحمة عندي ولا حشوه ولا فراخ ولا أي حاجة، ولا مش عايشة للناس اللي عايشة. أنا تعبانة، تعبانة من الله، تعبانة من الله. في ناس حلمها سقف، في ناس حلمها وجبة، في ناس حلمها هدمة، وإحنا بنزعل على حاجات تافهة وعبيطة قوي. حقيقي بكتشف وأنا في أماكن زي دي إن إحنا تافهين جدا، وفي ناس مش عايشة بس بتتنفس بس.
قولي لي يا حاجه انت ايه قصتك؟ المعاش ما بيكفينيش، 500 جنيه ما تنفعوش ولا يعني. بيخش لحمه عندي ولا حشو ولا فراخ ولا اي حاجه، ولا مش عايشه للناس اللي عايشه. انا تعبانه تعبانه والله. انت فين جوزك ولا انت؟ انا جوزي ميت. عندك ولاد؟ معايا الواد، وهو بيشتغل شويه وبيقعد شويه، وعند البنت برضك عايزه تتجهز، تعبت من الشغل. مفيش. بتقبضي معاش قد ايه؟ بقى 500 جنيه. بتصرفي ال 500 جنيه ازاي؟ بصرفهم انا مثلا اهو على الاكل. اعمل ايه؟ واقف طول الشهر بقول لك وغيرك وغيرك. بتستلفي؟ اه بستلف لحد ما اقبض. وعند ما سددتهم خلاص. يعني انت كل اللي محتاجاه مبلغ شهري يزقك في الدنيا. ايوه. وبنتي عايزه تتجهز، تعبانه في حياتها. تعبانه، تعبت من الشغل. شغاله خلاص، قاعده بتقول انا مش قادره يا ماما، عندها كرشه نفس في صدرها وتعبانه، ولا عندي انبوبه ولا عندي اي حاجه من اللي انت شفتيه ده كله. وحتى التلفزيون محرومه، بقالي 5 سنين ما بتفرجش على التلفزيون زي الناس ما بتتفرج. اشمعنى 5 سنين ما بتتفرجيش على التلفزيون؟ اهو التلفزيون مكسور وانا مش قادره اصلحه. اكبر مبلغ مسكتيه في ايدك كان قد ايه؟ هم ال 500 جنيه. ما فيش مبلغ عملتي جمعيه كسرتي في ايدك 1000 جنيه مثلا؟ والله ابدا، اقسم بالله ابدا. يا ريت. انا تعبانه في حياتي، تعبانه وزي ما انتم شايفين، وعيانه وعندي السكر والضغط، وعامله عمليه مسامير في رجلي، ولا بقدر اشتغل ولا بقدر اروح هنا ولا هنا، وعندي عيله بتتجه. اجيب لها منين؟ انتوا اصحاب القلوب الرحيمه بقى. اللي علينا وهنقوم بيه ان احنا هنتواصل مع جمعيه فذكر عشان نحاول ان احنا نساعد الست الطيبه دي. حضراتكم لو حابين ان انتوا تقدموا لها الدعم، ارجوكم لو سمحتم لو قادرين ان انتوا تساعدوها تتواصلوا معانا. الأول برحب طبعا بيك شيخ أحمد مرة تانية، أهلا بيك. وأرقام التليفون اللي هتنزل على الشاشة عايزة أقول لمشاهدينا وأكد عليكم أن دي أرقام تليفون مؤسسة فذكر اللي عايز أن هو يتواصل مع المؤسسة عشان يساهم في أي مشروع من المشروعات المؤسسة أو الحالات اللي احنا بنعرضها، عايز يساعد حالة من الحالات اللي احنا بنعرضها. وزي ما شفنا طبعا الحالة، يعني مش عارفة اقول ايه، بس هم حقيقي الحالات اللي بنشوفها هم مش عايشين، هم الالف به الحاجات الاساسية في الحياة هي مش عندهم، وبيطلبوا حاجات اساسية وبسيطة جدا بس بالنسبة لهم هي الحياة. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. هو لا شك يا أستاذة دعاء إن الإنسان اللي بيعيش أزمة من الأزمات بيبدأ هو يكون كثير التفكير وكثير البكاء، وفي النهاية بيبقى لا يجد إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل، وخاصة لما نكون في زمن، يعني هي الست الكريمة لما بتقول والله أنا تعبانة، يعني حتى يعني ما عندهاش حاجة، حتى بتقول ده أنا ما عنديش أنبوبة حتى، يعني لا بوتاجاز ولا أنبوبة ولا أي شيء من الحاجات دي كلها. فهي القضية اللي احنا محتاجين إيه؟ اللي احنا بنقول يا جماعة الخير رفقا شوية بالفقراء والمساكين، هي قضية إن احنا كيف نساعد، كيف يكون عندنا قضية الشفقة على الآخرين يا أستاذة دعاء، مسألة الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مسألة إن أنا في النهاية محتاج أنا كمان المعونة من الله تبارك وتعالى. لو أن إنسان مثلا ساعد هذه المرأة الضعيفة المسكينة، في بوتاجاز جالها، أنبوبة جات لها، تقول يعني أنا ما بشوفش اللحمة، يعني اللي أنا ما بشوفش اللحمة، يعني وأنا على سبيل المثال زي ما بيقولوا كده، يعني إيه اللحمة دي أصبحت زي يعني لمن استطاع إليها سبيلة يعني. فهي 500 جنيه اللي بتاخدها اللي هي المعايش بتاعها او ما الى ذلك، يا دوبك 2 كيلو لحم، فكيف تعيش، كيف تحيا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو ان الانسان لو ساعد يا استاذه دعاء، هو في النهايه بيعمل ايه؟ انا كل انسان يطلب المعونه، يعني كل واحد فينا يطلب مين؟ يطلب المعونه. المعونه بتكون من مين؟
من ربنا، من الله سبحانه وتعالى. تعالي كده نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعرف يا إخوانا إن كل إنسان لو تبرع، لأن في النهاية الست الكريمة هي محتاجة تحية، فمحتاجة بتجاز، هتبقى محتاجة غسلها تغسل عليها، محتاجة أنبوبة للبتجاز، محتاجة حياة، محتاجة مبلغ أو كشك صغير ولا حاجة يدر عليها دخل أو ما إلى ذلك، اللي هو في النهاية محتاجة تعيش، يعني محتاجة تحيا. فدي مش محتاجة بفرض بس، هي لو واحد بيتكفل بكل ده يبقى جزاه الله خيرا، لكن هي هتحتاج مع الأزمات اللي احنا بنعيشها، لو كل واحد بس كل فرد هيقوم بتصدق بجزء من ماله، يعني الجزء مع الجزء مع الجزء مع الجزء، نصل ان شاء الله اللي احنا نحاول بقدر الامكان اللي احنا نكفي هذه الايه يعني هذه المره. وجزا الله خير المؤسس في ذلك ان هي برضو تبحث عن الـ 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 يعني الفقراء والمساكين دول، يعني ابائنا وامهاتنا، صلى الله ان يحفظهم بحفظه الكريم. واحنا ربنا كرمنا على فكره بهؤلاء، يعني دايما سيدنا النبي كان يقول مهلا عن الله مهلا لولا شيوخ الركع، الناس الكبيره دي واطفال الرضع بهائم رضع لصب الله العذاب صب. يعني تخيلي انه ربنا حمينا بسبب الناس الكبيره دي، فده دورهم، دورنا احنا، وده يعني حقهم بالمناسبه علينا وعلى كل واحد صاحب مال. لما بسال بقول هو احنا بنطلب المعونه مين؟ فحضرتك قلتي الله، يعني احنا كلنا بنطلب من رب العالمين سبحانه. الدليل فين؟ اولا شوفي لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في غار حراء، وبعدين نزل عليه سيدنا جبريل، وبعدين ذهب الى ام المؤمنين خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها، فبدا النبي عليه الصلاه والسلام يعني الان في حاله من حالات القلق، في حاله اللي هو في مشكله، فيجي النبي عليه الصلاه والسلام محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يهون على رسول الله عليه الصلاه والسلام في الوقت ده. فلقى مين؟ زوجته الكريم، هي اللي بتخفف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول له ايه اول حاجه، تقول له ما تخافش، ابشر ابشر. طب ليه؟ قالت له اصل انت انسان كريم قوي، وانت انسان نبيل قوي، وانت انسان عظيم قوي، وربنا لا ينسى المعروف. ما احنا قلنا قبل كده وما زلنا نكرر وما زلنا نتلو في كتاب الله تبارك وتعالى انه غفور شكور، رب العالمين هو الغفور، فيغفر الذنب ويغفر السيئات إذا فعلت خيرا، وتقول يا رب اغفر لي فربنا يغفر لك، هو الكريم سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أبدا على الإطلاق. وبعدين رب العالمين مش غفور بس، ده كمان شكور، فيشكر لعبده الذي فعل خيرا. هي دي قضية مهمة جدا، فهي عاوزة تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تخافش، لأن الكريم سبحانه وتعالى هو أعلم بك منك، رب العالمين هو اللي سيشكر لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب اعمل ايه؟ ربنا شوف السيدة خديجة تقول ايه، ابشر فوالله لن يخزيك الله ابدا، لن يخزيك الله ابدا، لا يخزيك الله ابدا، مستحيل، مش هتشوف شر ابدا، مش هتشوف بؤس ابدا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه؟ هي جابت الكلام ده منين؟ لان فهم اللي هيقدم الاعمال دي، اللي هيقدم أعمال اللي عملها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لن يخزيه الله أبدا. فقالت له أبشر لن يخزيك الله أبدا. ليه بقى؟ إنك إيه؟ تحمل الكل. عارفة الكل اللي هو إيه يا أستاذ دعاء؟ عارفة لما واحد يلاقي واحد عليه أعباء ثقيلة جدا فيقول له أنا هشيل عنك شوية، هشيل عنك الحمل شوية، واحد عنده أسرة كبيرة وبينفق وبتاع، فبيقول له يا اخي والله، يقول له انا عارف ان ده عبء كبير جدا عليك فانا هشيل عنك. شوف الست بتبكي وتقول تعبانه، فيجي واحد يقول والله عبء كبير على الست الطيبه دي، فاحنا هنعمل ايه؟ هنشيل جزء من العبء الكبير ده. هو ده المعنى، انك لا تحمل الكل. مش بس كده، طب الراجل اللي معهوش خالص، الذي لا يستطيع ان هو يكسب ويكتسب ويشتغل ويعمل والكلام ده كله، فتقول له وتكسب المعدوم، ده انت كمان بتعمل الخير ده يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي بتقول له في الاول ابشر وربنا مش هيسيبك ابدا، عشان انت بتعمل الحاجات دي كلها. اول حاجه انت بتحمل على الاعباء الثقيله اللي موجوده عند الانسان الفقير، وتكسب المعدوم. ومش بس كده، ولما يجي لك ضيف ولا حاجه تقدم له الاكل الطيب وتقري الضيف، ومش بس كده، وتعين على نوائب الايه الحق. فمن فعل ذلك هذه الخصال يا استاذ دعاء، فهو في النهايه تحت كنف الله، ستر الله رب العالمين، في حماية الله تبارك وتعالى، لا يصيبه بأس ولا يصيبه ضر.
طيب احنا هنشوف كمان تقرير خير ونرجع لكم. مشوار خير جديد بنبدأه مع مؤسسة فذكر، وحابب ألفت نظر حضراتكم لحاجة قبل ما نبدأ، إن كل حالة من اللي بنصور معاهم بيكونوا فعلا في أشد الاحتياج، أكيد جه عليهم وقت ودعوا ربنا فيه وقالوا يا رب فرجها علينا. لما كمان بيشوفونا وبنجيلهم بيكون عندهم أمل كبير إن خلاص الفرج جه. فأتمنى من حضراتكم قبل ما نبدأ إن كل حد بيشوف التقرير ده لو في استطاعته إنه يساعد ما يتأخرش أبدا. توكلنا على الله. احنا موجودين دلوقتي مع الحاجة مربيع، ومربيع من الناس اللي لما تشوفها كده قلبك ينشرح وتبقى نفسك تساعدها وتسعدها بأي حاجة كده علشان تبقى انت كمان مبسوط. ازيك يا مربيع؟ الله يسلمك يا ابن. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيب. طمنيني عليكم وعلى حالكم كده والمعيشة. والله ظروفنا زي ما انت شايف يا ابني، ما فيش حياة الحمد لله، ما فيش حياة دخلال ولا حياة طلعال والحمد لله. قولي لي انت قاعدة هنا انت ومين؟ انا قاعدة انا وابني وولادي واولاد. وزوجك متوفي؟ جوزي متوفي يا يوم زمان، وزي ما انت شايف كده قاعدة ما فيش حاجة اهو الحمد لله، ولا غسالة ولا اي حاجة عندي والله. وادك شايف البيت ما فيش حاجة اهو الحمد لله، والنطرة نطرت علي وقعت البيت طبقت الموعون كلها والله. قولي لي انتوا فعلا لما المطر بتمطر بتعملي ايه؟ بتروحي فين؟ بطلع بقى انام عند الجيران. هروح فين يعني؟ والله سكت الباب وطلعت برا عند الجيران انا وابني ولاد ابني، وابني شغال كده بالاجر يعني ارزاق في مصنع الطمه، ما فيش حاجه يعني ولا دخلنا ولا طلعان الحمد لله. عايزه تعملي زي مشروع كده هنا بره تسترزقي منه صح؟ هي اوضه فاضيه ما فيهاش حاجه، لسه ما فيش فيها حاجه خالص. عايزينكم تعدلوا له يبشط كراتيه ولا شويه حاجه اقعدهم كده السرسك منهم السرسك كده وانا قاعد. كل اللي محتاجينه ال السقف يتعمل. ايوه عايز السقف يتعدل والاوضه الفوقانيه تتعدل اجيب فيها شويه طبطبه وانا قاعده كده ابيعهم. ربنا يعينكم يا مربيع. ويعني احنا نقلنا لحضراتكم الصوره، كل اللي محتاجينه يتستروا في البيت ده هي واولادها واحفادها كمان، ولو نقدر كمان نعمل لها المشروع بقاله حاجه بسيطه كده، نفرش لها المحل او الاوضه دي علشان يعني يسترزقوا منها ويساعدوا في ان الاسره دي تبقى ايه يعني واقفه على حيلها كده. ربنا يقدرنا جميعا ويستخدمنا جميعا في عمل الخير. يعني عايزاك يا شيخ احمد تقول لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ازاي ان الواحد ما ينفعش يبات جعان شبعان وجاره جعان ازاي يعني. طيب هو قبل ما اقول الحديث انا هسال حضرتك سؤال، هو في النهايه احنا عايشين في الدنيا ليه؟ يعني في النهايه بنعمل العمل ده كله عشان ايه؟ عشان ندخل الجنه بس، وعشان نبعد عن الايه؟ عن النار صح؟ طب عشان ربنا يرضى عنا، فإذا رضي الله عز وجل عن العبد إيه اللي هيحصل؟ أدخله الجنة. وإحنا كلنا كل يوم بندعي ربنا بنقول اللهم إنا نسألك رضاك الجنة صح؟ ونعوذ بك من سخطك والنار. وبالمناسبة سيدنا النبي كان يسأل ربه أقل شيء 3 مرات، يسأل ربه الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من النار. ويبقى السؤال هو إيه طريق الجنة؟ أنت بتسأل ربنا يا رب دخلني الجنة، عامل زي الإنسان اللي بيقول يا رب أنجح وأجيب 95% بس مش فاتح كتاب. طب وهينفع؟ طب هينجح ازاي ده ان شاء الله؟ صح كده ولا ايه؟ هي قضيه انت لابد ان تاخذ بالاسباب، ذاكر واتعب واشتغل وبتاع. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنذاكر وبنتعب وبنشتغل فننفق في سبيل الله عز وجل. فلما ننفق في سبيل الله عشان انجح، فالنجاح في النهايه اللي هو في الاخر انجح يروح الحته الثانيه والعياذ بالله. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من استغفر الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار. وكلنا محتاجين ده طبعا. وكلنا شغالين في الحياة عشان كده، محدش يقول لي أنا إلا بقى اللي هو إيه اللي هو عايش على هامش الحياة ولا يريد الآخرة أصلا، فده قصته ليه قصة تانية. لكن الناس اللي بتعمل عمل صالح هي عايشة ليه؟ عشان تدخل الجنة وتبعد عن النار. طب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ إلا وأنتم مسلمون. خلاص؟ يبقى ده واحد. وإيه تاني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تعمل مع الناس اللي تحب اللي هو إيه؟ يتعامل معاك، صح كده؟ لو أن إنسان في مثل هذه حالة الست الكريمة هيحتاج إيه؟ هيقول إيه؟ هيقول فين الناس؟ فين يا أخواننا أصحاب القلوب الرحيم؟ صح؟ هتكون نفس القضية دي. طب ما تعمل بقى دلوقتي، الحمد لله أنت مش في المكان ده، أنت في مكان أعلى، فأنت دلوقتي ستعطي. فماذا؟ فتعمل إيه؟ أنت تروح تد للناس اللي أنت تحب إن هم يعملوه معاك، لو أنت فين؟ في نفس المكان. وده الحديث عند مسلم. طب الست اللي هي بتقول والله ما فيش حاجة ومحتاجين برضو مشروع خير، وهي دي القضية، إن في النهاية إن إحنا سواء مؤسسة فذكر أو الناس اللي هتطلع من فعل الخير ده اللي هتعمل خير، يبقى عندها الذكاء ده، اللي أنا مش عاوز أدي للفقير اللي هو يفضل على طول ياخد، لا أنا بعمل للفقير المشروع اللي هو يستغني به عن الناس. وهو بالعكس ان هو يجي بعد كده بعد ان شاء الله سنه ولا سنتين فيبدا هو يساعد كمان الفقراء والمحتاجين، يبقى هو دخلته في الصف معانا، ما خلتوش دايما في صف الفقير، يفضل الفقير فقير ابدا. الاسلام يريد ان يرفع من الفقراء، ما يحبش الفقر ابدا، بل يريد ان تكون الامه قويه غنيه معها المال، معها اموال الدنيا كلها، وننفق في سبيل الله ونفعل الخير بهذا المال. فالست الكريمه دي لما يكون عجالها مطر وبتبات فين؟ تقول والله عند الجيران. طب وده يا اخوانا هل ده ممكن ينفع دلوقتي؟ اه ينفع عند الضروره، ما عندناش مشكله، بس نفسيه المراه هتبقى عامله ازاي؟ طب وانا في استطاعتي ان اساعد هذه المراه، طب وانا ما ساعدتهاش، فكيف القى الله عز وجل؟ صح؟ طيب والانسان وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما امن بي من بات شبعان، الحديث اللي انت بقى عماله تقول ايه؟ وجاره جائع. يعني هو ينفع اللي انا بقى قاعد ومستريح ونايم وسقف وكل حاجه وميه سخنه وبتاع وباب مقفول عليا، وفي امراه ضعيفه ومعها اولادها ولا يجد لا تجد انسانا يحنو عليها، هل ده معقول؟ طيب انا دلوقتي دوري انا ايه؟ انا محتاج ادخل الجنه وزحزح عن النار، طب اعمل ايه؟ اعمل مع الست الكريمه دي كما احب ان يفعل معي لو كنت مكانها. نعم. تمام. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. المطر مطرت علينا وبهدلنا وكهربنا. ازاي قادره تستحملي تقعدي في بيت ما فيهوش سقف حسب امان؟ ما هو ده اللي موجود. طول ما انت عندك سقف وعندك لقمه بتاكلها قوت يومك وصحتك تمام وجسمك تمام، انت كده الدنيا كلها عندك. ام احمد بيتها متسقف بلواح خشب وفي فراغات بينهم، يعني الدنيا لو مطرت هتتغرق هي وولادها في مية الشتاء. قولي لي انت قاعده ازاي في بيت ما فيهوش سقف؟ قاعدين، المطره مطرت علينا وبهدلنا وكهربنا. كهربتوا ازاي؟ قولي لي. كانت الجيران جم يساعدونا وطالعين على الباب على فوق على السطح، احنا كهربين، شاب من ضمن الشباب في الشارع في المنطقه الكهرباء وطلع على السطح، ووالدته خارجه راحت ملسوعه برده من الباب. ازاي قادره تستحملي تقعدي في بيت ما فيهوش سقف حسب امان؟ ما هو ده اللي موجود. احساسك ايه؟ انا عايزاك تشرحي لي الاحساس كده وانا قاعده مفيش سقف فوقي، اصلا ما جربتش الاحساس، اشرحه لي بجد. خوف، واحد قاعد قلقان وخايف، الدنيا تمطر وبهدل العيال الكهرب، انا عندي 4 اولاد وعندي طفله صغيره بتسحب لسه بتمشي، في ماتور ورا الباب، في كهربا كانت بتنزل عليها ميه وكنا هنتبهدل. ولادي ابني داخل مسك كان جاي من المدرسه ومسك العمود كان هيتكهرب. طيب الدنيا دلوقتي بعد ما خلصنا معاكي تصوير ومشينا شتت مطرت، بتعملي ايه؟ يعني ايه اول تصرف هتاخديه؟ اقل حاجه اول ساعات بروح عند الجيران على ما الدنيا تهدى، نقفل على بابنا نشوف دنيتنا فيها ايه لحد ما نشوف، نفضل نمسح في الميه والفرش بنلم كل حاجه بنلمها في حته واحده على جنب. انت قاعده في الشارع كل حاجه بنلمها في حته واحده، بقينا مكركبين الدنيا، المطر بهدلتنا، المطر نزلت من تحت الباب بيت دواطي بهدلتنا، والدنيا بهدلت لولا الجيران، جوزي اصلا كان دراعه مكسور
لولا الجيران هم اللي جم وطلعوا وعملوا ما كانش حد يقف معانا. طيب في الشتاء الدنيا لما بتمطر الدنيا بتتغرق وطبعا بتطلعي تجري بره، وفي الصيف ايه؟ جهنم. اه والله جهنم. ازاي؟ اشرحي لي. الشمس في قلب البيت وضربة في الحيطان، الجو حر جدا ومش قادر ناخد نفسنا، والمروح شغاله ومش شغاله. يعني انت لا مرتاحه صيف ولا مرتاحه؟ والله ولا صيف ولا شتاء. طيب احنا هنتواصل مع جمعيه فذكر ونتمنى ان هم يعملوا لها السقف، وبرده لو حضرتك او حضرتك قاعدين دلوقتي وفوقيكم السقف والدنيا تمام، اقل حاجه تقدموها ان انتوا تقولوا الحمد لله على اللي احنا فيه. تاني حاجه لو حابين ان انتوا تساعدوا ام احمد باي حاجه تواصلوا معانا وهنوصلكم بيها. الحمد لله على نعمه الستر ونعمه الصحه ونعمه السقف. شفنا طبعا التقرير. عايزه افكركم مره تانية ان ارقام التليفون اللي بتنزل على الشاشه دي ارقام تليفون مؤسسه فذكر. تعليق يا شيخ احمد. انا تعليق قبل ما اقول تعليق على التقرير ده، انا عاوز اقول ان من جمال هذا الدين انه راعى نفسيه الفقير مراعاه عظيمه جدا جدا. يعني الفقير ده الاسلام راعى مشاعره وراعى نفسيه هذا الانسان. فهو في بعض الناس للاسف الشديد لما تيجي تخرج الصدقات ممكن تبدا تزعق للفقير وكأنه يمن عليها، أو يبدأ مثلا يتباهى بالمال وهو فيبدأ يعني يضعف نفسية هذا الإنسان، أو يبدأ مثلا يدخله في أزمة غير الأزمة اللي هو عايشها أصلا، فيقول وأنا ليه أصلا كده. فيجي الإسلام يقول إيه؟ شوف سبحان الله آية عجيبة وإحنا بنتدبر القرآن، يقول فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. بعض الناس تشوفه كده يقول لك يا عم روح يا عم شوف لك شغلانه، ولا روحي شوفي لك شغلانه. يا اخي قل خيرا او اسمت لو سمحت. هو لم يتعرض لهذا الاذى، لان ده اذى في النهايه، الا لشده الحاجه. فبالله عليك يتقول كلمه خير، يتسكت، يتقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قبطيا. يا تعمل ده يا تقول الله يسهلك وتسكت. يا إما أن تدل على خير يا إما تصمت، فمن صمت نجا. يخليك بس واضح في المسألة دي. وإحنا هنفضل نساعد الفقراء ونساعد المساكين ونساعد المحتاجين ونقف على باب الله الكريم وندلل لهؤلاء. شوفي كل ده ليه؟ لأن دول في النهاية دول إخواتنا يا أستاذة دعاء. طيب عاوز أقول وأبشر لكل إنسان يجي الأخت الكريمة أو بقى التقارير اللي هي بتعرض في مؤسسة فذكر في حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل إنسان بتعمل ده شوف الثواب العظيم الذي أعده الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المسكينة الأرملة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو قائم الليل صائم النهار. نشوف كمان تقرير ونرجع لكم. في ظل الشتاء اللي احنا فيه اي حد مننا لما المطره بتمطر بيجري ويروح على بيته بسرعه، ما بالكم بقى بناس اول ما المطره بتمطر عليهم بيضطروا يخرجوا ويهربوا من بيوتهم للشارع. ازيك يا ام مصر؟ سلامك يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. طمنيني على حالكم، انا جيت شفت البيت مفيهوش ولا سقف ولا اي حاجه، بتعملوا ايه في المطره؟ والله المطره بتنزل علينا بنمشي ونمسك المعون كده تي واللاج الميه عشان المطر بينزل عليه. انت عندك كام عيل؟ معايا أربع، بنتين والبنت الصغيرة دي والولدي. ربنا يبارك فيهم يحفظهم علينا. وبتغرقنا وجوزي شغال استرزاق ودي شايف الجو غلى ومش ملحقين على أي حاجة. معكوش فلوس طبعا تسقفوا البيت ده؟ معناش، ما معناش والله العظيم يا أستاذ، ما معناش عشان نحبك كده ونصب ونفرح زي الناس اللي بتفرح، ما معناش حياة خالص. يعني انتوا فرحتكم بس ان البيت ده يتسقف؟ ان البيت بس يتعدل ويتظبط ونقعد زي الناس اللي قاعد. اخر مطره دي عملتوا ايه بالظبط؟ ما فيش مكان نقعد فيه، اضطرينا نقعد والمطر نازل علينا، هنعمل ايه؟ كنت بغطي العيال بالهدوم وبرضه المطر نازل علينا، ما فيش اي حاجه خالص.
ولو معايا ما انا هعمل اللي يدرج علينا ربنا يدرج عليه ويدرج عليه في الاخر. نفسي بس ان البيت بس يضغط، نفسي بس ان البيت بس يضغط، نفسي بس البيت يضغط بس عشان المطر بينزل عليه. والله يا استاذ المطر بينزل عليه ومش لاقي، المدن كلها بتتبهدل ومعرفش كله بيتبهدل، وهو زي ما انت شايف. انا لو معايا من اعمل، بس انا ما معيش، بس انا ما معيش. ربنا يعينكم ويغنيكم يا ام مصري. وشفنا الحال يا جماعه، ربنا يقدرنا كلنا ونساهم ونساعد كل اللي يقدر يعني يساعد بحاجه يساعد بيها علشان نستر الاسره دي، نسترهم في بيتهم وكمان نقف جنبهم في امور المعيشه وامور علاج بنتها. يعني حاجات بسيطه لكن تفرق معاهم كتير. ربنا يقدرنا جميعا. حاجة توجع القلب. وعايزين تعليق أخير في نهاية الحلقة يا شيخ. أنا بس عاوز أقول التعليق إن مؤسسة فذكر بتقوم بعدة مبادرات، منها مبادرة الستر اللي هو ستر الإنسان أيا كان هذا الإنسان من باب ولقد كرمنا بني آدم، ومن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى هي مبادرة الستر اللي هي قضية الأسقف وما إلى ذلك، وبنشوف بقى احتياجات البيت وما إلى ذلك، فدي اسمها ستر. إحنا بنستر دلوقتي، بندخل الناس جوه بيوتها نبدأ نسترها كويس. يجي المبادرات بعد كده اللي هي مبادرة اللي هو وصلات المياه، حفر الأبار وما إلى ذلك، ده دي مبادرة تانية. المبادرة التالتة اللي هي مع المرضى بقى والعلاج وما إلى ذلك. المبادرة اللي الناس إن شاء الله بإذن الله اللي هي بقى اللي شغالين عليها اللي هي مبادرة الخير اللي هي إطعام الطعام، وده خاصة عشان شهر الخير اللي داخل، وإحنا محتاجين إن الناس تبدأ تصوم وتبدأ لما تيجي تفطر تلاقي لقمة طيبة. ودي من أفضل الأعمال كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام خير يا رسول الله؟ فقال سيدنا النبي أن تطعم الطعام. فدي مبادرات عظيمة بتقوم بيها مؤسسة فذكر، فجزا الله خيرا القائمين عليها، وجزا الله خيرا من ساهم أو دعا أو دلل. يعني دايما الكلمة دي أنا بقولها، إن احنا في الآخر ندلل على الخير وندعو إلى خير. كل ده يعني كما قال الله عز وجل، لا نبتغي من وراء ذلك إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا إيه ولا شكور. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، وبشكر مشاهدينا، واسيبكم آخر تقرير خير ومؤسسة فذكر. موجودين في كومبرة برضو بنصور حالات الأسقف، الناس اللي محتاجة سقف بيت، ومعانا أمل، ويا رب نكون سبب إن إحنا نديها أمل النهاردة ونحققه بإن إحنا نعمل لها السقف. قولي لي يا أمل، بتتعاملي إزاي إن ما عندك السقف؟ النترة اللي فاتت أول امبارح دي نطرت علينا، كنت حاطة تشوت وحلل، ما بقت تنقط الحالة، تتملى فضها مية، تتملى فضها بر. بقالك قد إيه في الوضع إن ما فيش سقف؟ بقالي سنتين ونص. ازيكي تقولي معاناتك صيف وشتاء عاملة ازاي؟ الشتاء ساقعه هنا والصيف حر ولعة. ما فكرتيش تمشي من المكان ده وتروحي مكان تاني يبقى فيه سقف؟ احنا على قد حالنا وجوزي على قد حاله ارزاقي، همشي نروح فين؟ طب قولي لي، بتحمي نفسك من الشتاء ومن الحر في الصيف ازاي؟ بتحطي ايه؟ زي ما انت شايفه كده ما حطناش حاجه، انا جايبين المروح في الصيف، وفي الشتاء النطر بتنطر علينا، بنحط التيشيرت والحلال بندلق الماء بره كما بيتملوا. السقف بالنسبه لك ده حلم، ان انت عايزه سقف وميه نظيفه. كلميني، بتقعدي كده مع نفسك تقولي ايه؟ نفسي بقى عندي مكان زي الناس واقعد فيه، ونشقه حلوه كده عشان خاطر عيالي، والنطره هنا وحشه علينا واحنا مش عارفين نقعد، وما عندناش ميه، حتى انا ماليه ميه. تمليها منين؟ بنعمل البيت اللي جنبنا. قوليلي سر ان انت بتضحكي ومبسوطه ومبتسمه ازاي وانت في معاناه زي دي؟ غصب عني اعمل ايه؟ ظروف جوزي هسيبه امشي؟ فاش هو مش مقدرته يشتري بيت حلو. انا جوزي تعبان، جوزي مش سليم، رجله بتوجعه، جوزي معاه ثلاث عيال تاني غير دول، متجوز قبل كده ومرته اتطلقت ومعاه ثلاث عيال غير البنتين دول، جوزي معاه خمس عيال وانا وهو سبعه. انت بتحاربي الوضع اللي انت فيه بانك بتضحكي وبتقولي الحمد لله؟ هنعمل ايه؟ الحمد لله. نفسك في ايه؟ نفسي بقى عندي سقف عشان النطره ما تنطرش عليا في الشتاء. حق اللي انا عاوزه يكون بيتي بالمسلح زي الناس عشان اعرف اقعد. الناس اللي ما عندهاش سقف او البيت بتاعها مبني بشكل مش صح، مش زي المسلح، بيبقى سلوك الكهرباء
ماشية على الحيطان، فلما الدنيا بتشتي بتعملوا ايه؟ لما جت النطرة القريبة دي فصلنا الكهرباء عشان ما تعملش مش من مية. برغم ان امل ما عندهاش سقف وما عندهاش مية نظيفة، الاساسيات اللي المفروض تبقى عند اي حد، ولكن بتبتسم ومبسوطة وسعيدة وبتقول الحمد لله. ربنا ما جابناش هنا النهاردة صدفة، اكيد احنا جايين لسبب، والهدف ان احنا نوصل لك الصورة اللي بيعيش فيها الناس اللي ما عندهاش سقف، انك تحمد ربنا وتقول الحمد لله ان فوقيك سقف، لانه شيء عظيم جدا انك تبقى قاعد في بيت متأمن بسقف فوقيك. هنحاول نتواصل مع جمعية فذكر ونوصل لهم الحالة بتاعت امل، وان شاء الله نرجع ونديها حقها